السلام عليكم ورحمه الله اليوم ايها الاحبه سنعيش مع دعاء نبوي رائع جدا ينجيك من الفتن يبعدك عن المنكرات يقرب اليك الاعمال الصالحه يغفر ذنوبك يحبب خلق الله بك ويحبك الله ايضا بسبب هذا الدعاء دعونا نستمع الى هذا الدعاء الجامع المانع الرائع ثم نتامل المغزى نتذوق لذه هذا الدعاء النبوي ونحفظه معا لندعو به الله سبحانه وتعالى عسى ان نكون ممن احبهم الله ورضي عنهم. كان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام انه يقول: اللهم اني اسالك فعل الخيرات. وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني وان اردت فتنه في قوم فتوفني غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك صلى الله عليه وسلم انظر معي كيف بدا النبي الاعظم عليه الصلاه والسلام دعاءه بالخير والبعد عن الشر اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات انظر الى طريقه التفكير النبويه نحن اليوم مثلا على سبيل المثال آآ لو قدر الانسان ان يكون مستجاب الدعوه اول ما يتجه ذهنه الى الدنيا الى المال المنصب الشهره الصحه آه المتاع الدنيوي يتجه ذهنه دائما الى الدنيا بينما النبي عليه الصلاه والسلام بدا دعاءه اللهم اني اسالك فعل الخيرات لماذا لأن نظرة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الدنيا تختلف عن نظرتنا نحن أيها الأحبة. هو ينظر لهذه الدنيا على أنها فترة اختبار وابتلاء قصيرة جدا. والحياة الحقيقية التي سماها القرآن الحيوان قال تعالى: "وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون"، الحيوان يعني الحياة الحقيقية الخالدة. فكان دائما ينظر الى تلك الحياه تلك الدار الاخره فما الذي يجعله فرحا سعيدا في الدار الاخره غنيا هناك طبعا فعل الخيرات ما الذي ينجيه من نار جهنم والعياذ بالله لانه راى النار ليله الاسراء والمعراج وهو اكثر شخص يعلم عن النار ما لا نعلم لانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه انزل القران. فانظر معي الى النظره النبويه للامور، انا اريدك اخي الحبيب ان تتمتع بهذه النظره. الرزق مكتوب فلذلك لا تيأس ولا تحزن ولا تقلق ولا تعجل في طلب الرزق لان الله كتب رزقك منذ ان كان عمرك 42 يوما حسب نص الحديث الصحيح 42 يوم جنين في بطن امك لا يتجاوز طولك واحد سنتيمتر هكذا كتب رزقك فاذا الرزق سياتي لا تقلق المهم كيف تكون غنيا بعد الموت وليس الان لأنك في اي لحظة سوف تغادر الحياة في اي لحظة وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. طيب هل لسان حالك أخي الحبيب اليوم تدعو الله بحرقة وبألم وصدق وإخلاص وتوجه إلى الله عز وجل ورجاء وتذلل تقول يا رب اني اسالك ترك المنكرات للاسف القله القليله فقط من يفعلون هذا معظم الناس اليوم مهتم اما بصحته او بماله او باشيائه الدنيويه ادعيتنا بعيده جدا عن الاخره في معظم الحالات انا اقول الا ما رحم ربي اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات، رجاء اخي الحبيب احفظ معي. انا اريد ان احفظ انا وانت هذا الدعاء اليوم ولا ننساه ابدا حتى نموت ان شاء الله، حتى نلقى هذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام. وحب المساكين يعني يا رب انا اسالك ان احب المساكين، اليوم نحن نهرب من المساكين. وبخاصة أحدنا إذا كان يمتلك المال، يمتلك المنصب، يمتلك الرزق الكبير تجد أنه يحاول أن يهرب من هؤلاء الفقراء والمساكين. طيب لماذا؟ هل أنت أهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أهم ممن قال الله في حقه؟ وانك لعلى خلق عظيم هل تريد ان تكون على خلق عظيم كما كان النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا يجب ان تحب المساكين، يجب ان تتقرب الى الله بحب المساكين، عندما تجد انسان بائس فقير معدم النبي يقول لك رب اشعث اغبر، انسان مغبر اشعث الشعر ثياب مهترئه ربما تجده في 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 ينام في شارع في في طريق ليس لديه اي شيء من هذه الدنيا، النبي يقول عن شخص كهذا لو اقسم على الله لابره، لو قال يا رب انزل المطر ينزل المطر، لو قال يا رب كذا يحقق له ذلك. هذه الفئه من الناس اليوم ايها الاحبه نريد ان نتقرب منها. نريد ان نحب هذا المسكين لانه سيكون من سادة اهل الجنة ما رأيك؟ المساكين هؤلاء طبعا المؤمنون منهم الانسان المؤمن الصادق آه ليس الذي يتكسب ليشتري مثلا قطعة حشيش او ليشحد لي ليشتري الخمر مثلا، لا، النبي لا يتحدث عن هذه الفئة بل إن المسكين الحقيقي لا تعرفه، النبي القرآن يقول عن هؤلاء المساكين والفقراء الذين انعدمت لديهم أسباب الحياة، على الرغم من ذلك يقول تعالى في حقهم: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يتعفف، لا يطلب ولكن هو فقير، معدم، مسكين. فأنت عندما تسأل الله حب المساكين اليوم من بالله عليكم يعني قبل ان نتعلم هذا الدعاء من منكم كان كل يوم يتوسل الى الله ويقول يا رب الهمني حب المساكين. وأكد لكم نسبة قليلة جدا بالعكس اليوم يعني أحدنا يدعو أن يتقرب من الأغنياء من الذين يمتلكون أسباب الدنيا العكس تماما القاعدة انعكست وأن تغفر لي وترحمني إذا أنت الآن فعلت الخيرات وتركت المنكرات وأحببت المساكين وضمنت مغفرة الله ورحمته، لأن كل من يدعو بهذا الدعاء وأي دعاء آخر بصدق الله يستجيب له ولا مبدل لكلماته. لا مبدل لكلماته. وإذا أردت فتنة في قوم يعني إذا نزل بلاء سيفتن الناس عن دينهم يجعل الناس يكفرون يجعل الناس يضلون فتوفني غير مفتون يعني يا رب اذا كنت تعلم انني ساكفر لا توفني قبل ان اكفر طيب بالله عليكم من يدعو بمثل هذا الدعاء اليوم من منا اليوم يقول يا رب اذا كنت تعلم ان هناك فتنه ستنزل وسوف ادخل في هذه الفتنه فاكفر وافته فتوفني غير مفتون من يدعو مثل هذا الدعاء هذا دعاء نبيكم عليه الصلاه والسلام الذي كان يكثر منه وحفظ عنه ثم يختم النبي عليه الصلاه والسلام هذا الدعاء بسؤال يقول يا رب واسألك حبك وحب من يحبك يعني يا رب ارزقني حبك وحب من يحبك يعني يعني من يحب الله الان ارزقني محبته أعني على ان اتقرب منه واحبه انظر الى الى الفكر النبوي الراقي المليء بالرحمة، هذا هذا هو النبي الذي يتهمونه بالارهاب، <applause> ويقولون جاء بتعليمات بالسيف والكذا والكذا والقتل وغيره. هل هذا نبي يامر بالقتل؟ ابدا مستحيل ولكن تشويه الاسلام تعلمون يعني الحرب على الاسلام من 1400 سنة، مع وجود النبي بدأت بدات الحرب على هذا النبي الكريم ولا زالت حتى الان لم لم يكتفي بذلك النبي عليه الصلاه والسلام ان ان يحب الله ويحب من يحب الله بل وحب عمل يقرب الى حبك يعني واسالك حبك وحب من احبك وحب وحب من يحبك وحب عمل يقرب اليك. يعني مثلا الله يحب الصلاه على وقتها. لذلك بناء على هذه الاحاديث الصحابه كانوا يتسابقون الى النبي عليه الصلاه والسلام فيقولون يا رسول الله ما احب الاعمال الى الله. أكيد الصحابي الذي سمع هذا الحديث أو هذا الدعاء أراد أن يطبقه، طيب النبي يسأل الله حب عمل يقرب له عز وجل، طيب يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها ثم ماذا؟ بر الوالدين ثم ماذا؟ الجهاد في سبيل الله وهكذا. فيا رب انت تعلم انك تحب الصلاه فاعني على اداء هذه الصلاه على وقتها لاتقرب منك اكثر انظر هذا الحديث ليس فيه شيء دنيوي ابدا كله تنتفع به لحظه الموت وبعد الموت المغفره والرحمه وحتى لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل, سأل ربه أن يتوفاه إذا علم أنه سيدخل في فتنة ما يموت كافرا والعياذ بالله فتوفني غير مفتون فإذا هنا أخي الحبيب يعني رجاء كرر معي هذا الدعاء واحفظ هذا الدعاء رجاء الدعاء يتألف من أقسام يعني اللهم إني أسألك فعل الخيرات رقم واحد أول شيء فعل الخيرات احفظ معي بنفس الوقت ترك المنكرات يعني الخير والمنكر فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين رقم ثلاثة رقم أربعة وأن تغفر لي وترحمني إذا المغفرة والرحمة أه اسألك اللهم اني اسألك قلنا ماذا؟ فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني. خمسه. ثم واذا اردت بقوم فتنه فتوفني غير مفتون. واذا اردت فتنه في قوم فتوفني غير مفتون رقم سته ثم يختم بالحب سبعه واسالك حبك وحب من يحبك اذا حبك سبعه ثمانيه وحب من يحبك نوعين من الحب واسالك حبك وحب من يحبك سهله يعني حتى سهله على اللسان واسالك حبك وحب من يحبك. واخيرا وحب عمل يقربني الى حبك او وحب عمل يقرب الى حبك تسعه. اذا عندي انا تسع آه آه يعني ادعيه يمكن اختصارها في سبعه كما يلي ايضا اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إليك ستة يعني طبعا العدد ليس مهم مهم أخي الحبيب أن تحفظ هذه هذا الدعاء بهذا الترتيب صدقني حياتك ستتغير صدقني ستشعر بالانس والامان وستشعر بمحبه الله وستطير بروحك الى الاخره لان اليوم احد اسباب التعاسه اننا انغمسنا كثيرا في هذه الدنيا انغمسنا كثيرا فاصبحنا نلهث وراء الماده و يعني أصبحنا نغوص في مستنقع من الهموم والمشاكل واللهو والعبث فلذلك أخرج نفسك من هذا المستنقع واصعد بروحك إلى السماء إلى الجنة إلى الدار الآخرة وادع دعاء يعني تشعر نفسك وكأنك من أهل الجنة سنختم بهذا الدعاء ويظهر امامكم على الشاشه الان ان شاء الله ارجو ان تحفظه اخي الحبيب لا تترك هذا المقطع الا وانت حافظ لهذا الدعاء رجاء وسنلتقي ان شاء الله جميعا يوم القيامه وان شاء الله يعني سنكون مع النبي عليه الصلاه والسلام الذي علمنا هذا الدعاء اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني واذا اردت فتنه في قوم فتوفني غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك وطبعا كلنا نحب لقاء الله سبحانه وتعالى ان شاء الله كلنا نلتقي في الجنه مع الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم الذي كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق